السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد اليومي الذي نحاور فيه إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا من خيرة المجتمع العربي المختصين في عدة مجالات، نحاورهم ويحاورون ونسمع منكم ويسمع ويجيب على أسئلتكم في عدة مواضيع، بعضها مختص وبعضها فكري وبعضها اجتماعي، من عدة هذه الحدائق المزهرة في عالمنا وحياتنا. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا يحتاجه كل واحد يعمل من منزله، وربما تجدون فيه الشيء الجديد، وربما تكتشفون أشياء كنتم تقومون بها سابقا وهي جزء من حياتكم، وتتفاجؤون أن لها اختصاص، وأن فيها مهارات، وأن عليها دراسات يمكنكم أن تحسنوا وتعدلوا من أدائكم فيها. موضوعنا اليوم عن المكتب المنزلي، ونستضيف في حوارنا هذا أخوين مختصين عملوا في هذا المجال ويقدموا من خبراتهم للمجتمع في كندا الشيء الكثير. معنا المهندس أحمد عناية، والمهندس أحمد عناية يعمل حاليا كمستشار رئيسي في شركة كومبيوجين الكندية، وقد عمل سابقا في مجالات الاتصالات والتقنية لأكثر من 20 عام مع شركات عالمية مثل إريكسون، أروبا، وعمل في مجال الاستشارات التقنية والتدريب، وأيضا هو مدرب معتمد في شركتي أروبا و HPE. أهلا وسهلا مهندس أحمد. أهلا فيكم. وإلى جانبه الدكتور هشام القدومي، وهو استشاري تقنية المعلومات، مختص في مجال أتمتة المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والأمن المعلوماتي والخصوصية، لديه خبرة 21 عام في المجال، ويعمل حاليا في شركة الاستشارات رن ستريت. أهلا وسهلا دكتور هشام. أهلا فيك أخي محمد وبالجميع. إذن اليوم جولتنا جولة في تقنية المعلومات، أو جولة في تطويع تقنية المعلومات للبشر. هل ستكون معقدة أم ستكون سهلة؟ سنجد ذلك في هذه الحوارية التي سنجريها أنا وزميلي وصديقي وعزيزي وحبيبي الأستاذ زياد الرشيد. أهلا وسهلا أستاذ زياد. أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا، شرفتم ضيوفنا الأعزاء. أهلا وسهلا بكل مشاهدين الأحبة، شرفتمونا، وبكل من ينضم إلينا حاليا. أنا ابتدأت أيضا في الوقت الحالي أستلم اتصالات من بعض الأصدقاء يسألون لماذا هذا الموضوع غير موجود على صفحتي. أطلب من الأخ المخرج الذي يقوم بمساعدتنا بنشر هذا الموضوع على صفحتي رجاء. أرحب بضيوفي مرة أخرى، وأحب أن أقول أن هذا الموضوع هو من المواضيع حقيقة مهمة جدا، والكثير من عندنا ما يفكرون بشكل جدي بموضوع المكتب المنزلي وأهمية المكتب المنزلي، أو هل من الضروري أن يكون عندي مكتب منزلي أصلاً في البيت. الآن في هذا اليوم وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بشكل أجمع، فإن هنالك مشكلة كبيرة منعت الناس والموظفين من الذهاب إلى أعمالهم أو أماكن عملهم، ليس باختيارهم، لكن هذا كان أمر السلطات الصحية وأمر السلطات الحكومية. توجب عليهم أن يعملوا في بيوتهم ويؤدوا مهامهم اليومية التي كانوا يؤدونها في مكاتبهم بوزاراتهم وشركاتهم ومؤسساتهم، صارت تؤدى اليوم من البيت. حتى المعلم الذي كان يذهب يوميا إلى عمله
ويقف أمام الصبورة ويمسك القلم ويدرس التلاميذ، صار اليوم يدرس تلاميذه من البيت مستخدما جهاز الكمبيوتر، والرابط الوحيد بينه وبين تلاميذه هو الشاشة. فبالتالي أصبح اليوم العالم لنقل معظمه عدا المؤسسات الخدمية يؤدون أعمالهم من المنزل ومن المكتب. لكن هذا المكتب هنالك اتضح طبعا، واتضح لي أنا أيضا لأني لست خبيرا بهذا المجال، اتضح أن هنالك شروط وهنالك مواد وهنالك عوامل وبنى تحتية واجب توفرها في أي مكتب قبل أن نؤسس ونطلق العمل فيه على أنه مكتب شخصي. لذلك نحن نستضيف اليوم هذين الضيفين العزيزين اللذين سيسلطان الضوء على موضوع المكتب المنزلي وأهمية المكتب المنزلي، وهل أصلاً نحن نحتاج إلى مكتب منزلي. لذلك سأتوجه الآن بسؤالي الأول للضيف العزيز أحمد عناية وأسأله: سيدي، هل أحتاج إلى مكتب منزلي؟ يعطيك العافية دكتور زياد. الآن مصطلح المكتب المنزلي هو المصطلحات يعني المستخدمة بين الناس في عالم الآي تي، صاروا يستخدموا بدل منه مصطلح الورك سبيس. بدل ما يقول لك أنا بشتغل من مكتبي I work from my office، بيحكي this is my workspace، هذا مكان عملي. لأنه وجدوا أنه المكتب بمصطلحه الفيزيائي المعروف عندنا أو الغرفة المعزولة مش موجودة عند كثير ناس. كثير ناس بيعتمدوا على أنه أي مكان بيشتغل فيه هو مكان عمله أو هو الورك بليس تبعه. التطور التقنيات مثل VPN والواي فاي وغيرها خلى الناس تشتغل من أي مكان، وفي كثير دراسات بتقول أنه الميلينيالز من قبل الكورونا وعصر الكورونا كان الجيل الجديد في العشرينات وثلاثين من عمره يفضل إنه يشتغل في أي مكان. حتى في الشركات الكبيرة ما عاد الناس يشتغلوا في مكاتب محصورة، صار يشتغلوا في أي مكان في الشركة، في الكافتيريا. بعض الشركات بطلت تعتمد وجود مكاتب محصورة، صارت المكاتب عبارة أماكن مفتوحة بيقعدوا فيها الناس براحتهم يشتغلوا في أي مكان. فمصطلح المكتب بمعروفه بعرفه المغلق أو إنه مكان محصور صار مفتوح شيئاً ما، وصار اسمه workspace. طبعاً هذه التقنيات ساعدت في عصر الكورونا إنه الناس بسهولة يحولوا workspace تبعهم من المكتب أو مكان من مقر الشركة إلى منازلهم. وصار يسوي كثير ناس صار عندهم مصطلح home office أو home workspace، خلينا نحكي، أو مكان العمل من المنزل. لكن ما زال أنت بحاجة إلى أنك تحافظ على بعض المواصفات لما تشتغل من البيت. يعني مثلا حاول قدر الإمكان الورك سبيس تبعك، خلينا نبدأ نستخدم مصطلح مكان العمل بدل ما أقول المكتب المنزلي، سأستخدم مصطلح مكان العمل. حاول أنه مكان العمل في البيت يكون مختلف عن مكان اللي بتسترخى فيه وبتقعد. مثلا بما أنك في عصر الكورونا هتشتغل من بيتك غالبا، حاول تحدد مكان أو زاوية محددة في البيت لعملك بشكل دائم، بحيث أن العائلة تتعرف أنك إذا أنت جالس في هذا المكان معناته أنك أنت في عمل مش في البيت. يعني أنا حاليا في المنزل، حتى أولادي لما أشتغل لما أكون في مكتبي لما حدا يسألهم وين الوالد بقولوا له البابا في الشغل في العمل، لأنه بيعتبروا بما أني أنا جالس في الورك سبيس تبعي معناته أنا الآن في العمل ولست في المنزل. فهذا السيبريشن بين مكان العمل ومكان الاسترخاء بعطيك نوع من التركيز، وبصير عندك two modes في البيت، عندك مود العمل ومود المنزل. فمثلاً إذا أنت بتشتغل من 9 إلى 5 أقعد في الورك سبيس من 9 إلى 5، تعتبر حالك إنك في الشغل. Once you left the work space روحت للريلاكسيشن سبيس أو الفاميلي سبيس، بصير أنت خارج مكان العمل، أنت في مكان العائلة. فهي أحد الأشياء ممكن تساعدك إنك to create your own virtual workspace حتى في البيت، حتى لو ما عندك مكتب مستقل. لكن برضو ما زلت لما تشتغل في البيت بحاجة إلى أنك تسوي نوع من isolation بينك وبين العائلة، وبالذات لو كان virtual workspace تبعك هذا في نفس المكان بتقعد في عائلتك. في عدة طرق بيستخدموها الناس حتى يسوي isolation أو العزل بين مكان العمل ومكان العائلة. أسهل طريقة أن يكون عندك مكتب مستقل منفصل مغلق الباب، فهيك بصير الورك سبيس تبعك هو عبارة عن الهوم أوفيس
واللي هو مفصول عن المنزل. هذه أحسن طريقة وأفضل طريقة حتى تقدر تركز في العمل تبعك. في طرق أخرى بيسووها الناس، إن بقول لك أنا بسوي نوع من الديجيتال ورك سبيس، حاعد في نفس المكان تقعد في عائلتي، لكن بحاول إني أعطيهم بعض العلامات إنه أنا الآن في مكتبي مش معهم في العمل. وهذا مثلا بيكون إنه المكان هذا مثلا بتعمد إنه ما يكون فيه أي شيء بيسوي الديستراكشن، بيكون بعيد عن التلفزيون، بعيد عن الـ حتى بعيد عن تلفونك أحيانا. نعم. بعض الناس يستخدموا علامات معينة، مثلا بحط ضوء معين، بعض الناس بحطوا علامة بحيث يعطي انطباع للعيلة إنه في العمل. بعض الناس شفتها كثير بسوي تريك، هذه بحط هيدسيت معينة عشان العيلة تعرف إنه الآن منعزل عنهم فيرتشوالي، رغم إنه قاعد معهم بيكون في هيدسيت معينة للعمل لما يحطها معناته وأنا مركز في شغلي، ما حدش يحكي معي، ما حدش يقرب معي. So you need to create some your own space، سواء كان هذا السبيس فيزيكال أو ديجيتال، you need to create it في البيت حتى تبدأ تكون مصطلح الورك سبيس أو الفيرتشوال ورك سبيس في المنزل. هاي أول خطوة حتى نقدر نعرف إيش معنى المكتب المنزلي أو الفيرتشوال ورك سبيس أو الورك سبيس، وهي مصطلحات متداخلة يعني، وتعني المكان اللي بتشتغل فيه أنت وأنت في البيت. طيب أسأل الآن الدكتور هشام قدومي، شكراً طبعاً أستاذ أحمد. أسأل الدكتور هشام قدومي وأتوجه بسؤال الثاني إليه، هل هو ضرورة؟ هل المكتب المنزلي حاجة ملحة لكل إنسان؟ أنا اليوم فيما يتعلق بعملي ممكن أن أكتفي بجهاز الهاتف النقال لأني أستلم الرسائل الإلكترونية، البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية، وسائل التواصل الاجتماعي كلها موجودة فيه، إضافة إلى وسيلة الاتصال الهاتفية. فبالتالي هو مكتبي المتنقل، أحمله في جيبي أينما أذهب. فهل هنالك ضرورة لأن يكون عندي في البيت مكتب متخصص وأصرف عليه مبالغ قد تصل إلى آلاف الدولارات؟ السؤال لحضرتك دكتور. شكرا لك. طبعاً هو المكتب المنزلي أو الورك سبيس بيعتمد على طبيعة العمل. في بعض الناس طبيعة عملها ما بتقدر تعمل مكتب منزلي، زي ما أنت عارف فيناك لازم يكون في موقع معين بيشتغل شغل معين وما إلى الشغل علاقة بالديجيتال. بس في كتير ناس هلا صارت بتستخدم التكنولوجيا of course، بس أكيد زي ما أنت قلت في ناس مثلا خلينا نحكي عن الأشخاص اللي بيشتغلوا في المبيعات أو السيلزمانية أو غيرهم، هذا ما بيقدر يقعد في البيت أو يقعد في مطرح واحد على طول، لازم يتحرك كتير. فالموبايل بالنسبة له مهم، ممكن يكون الموبايل هو الورك سبيس تبعه أو لابتوب صغير يشبك فيه من مكان لآخر. بس الفكرة أعتقد في الورك سبيس اللي في البيت اللي بنحكي عنه، إنه أحياناً بيحتاج الواحد لما يكون في البيت أو بده يشتغل على شغلة ما بيقدر الموبايل يشتغلها. يعني في عندك بعض التطبيقات ما بتمشي على الموبايل، في عندك لناس معينين أو لفئات معينة من العمل. برضو بيعتمد على إيش جهة العمل اللي أنت بتشتغلها بتطلب منك، هل الشيء هذا ممكن ينشغل على الموبايل؟ أنا في كتير أحيان لما بكون برا أو في شغل، في كتير شغلات بعملها عن الموبايل مثل ما حضرتك حكيت، إيميل، تكست مسج، أي شيء ما بحاجة. المكتب المنزلي أو تفضل فيه الأخ أحمد اللي هو الورك سبيس، ما معناته إنك تكون في المنزل. الورك سبيس بتضمن أي ديفايس، أي شيء أنت بتشتغله لحتى تقدر تشتغل فيه، لحتى تقدر يعني تمشي شغلك اليومي كأنك قاعد في مكتبك في العمل. فهي مثل ما أقول تعتمد على الشخص، تعتمد على طبيعة العمل، بتعتمد على طبيعة التاسك أو المهمة المطلوبة منك من رب عملك أو من البروجكت أو المشروع اللي بتشتغل عليه. طيب كلنا نعرف الآن، وهذا السؤال الآن موجه للسيد أحمد، كلنا نعرف أن الشركات والمؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا في بنيتها التحتية لديها بنية تحتية sophisticated بمعنى المعقدة، فيها قمة التكنولوجيا وشبكات إنترنت قوية وأجهزة متطورة وما إلى ذلك. هذا إذا أنا أردت الآن أنقل عملي إلى بيتي، هل أحتاج أن أؤسس نفس هذه البنية التحتية الموجودة في مؤسستي؟
التي أعمل بها بشكل بالشكل العادي عندما كنت أذهب إليها يعني؟ لا بالطبع. هلا في 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 مصطلح virtual networks أو الشبكات الافتراضية، اللي هي يعني إنك أنت من منزلك تشبك على الشبكة الافتراضية اللي في العمل، ومجرد ما تشبك أنت على الشبكة الافتراضية بتصير كأنك جالس في المكتب، تحصل على نفس المميزات اللي عندك في المكتب أو مميزات خاصة. ال virtual network أو ال VPN، المصطلح المعروف عنها VPN، بتكون أحيانًا عبارة عن جهاز برنامج صغير على جهازك، اللابتوب أو الموبايل فون أو الديسكتوب، وهذا البرنامج بيكون في عنده طريقة للتحقق من شخصيتك مع الشركة، والشركة once you are connected، مجرد ما تشبك أنت بتصير كأنك جالس في الشركة وتحصل على نفس المميزات الموظفين الجالسين بالشركة، فما في داعي أنت إنك تريبليكيت أو تعيد بناء نفس البنية التحتية في منزلك. أنت بتشبك على البنية التحتية الموجودة في المكتب من خلال تطبيقات محددة وبروتوكولات معينة، وهذه البروتوكولات فيها عدة عوامل للسيكوريتي، تتأكد من شخصيتك. أحياناً بيكون فيها شخص يعني something you are, something you have, something you know، يعني بيكون فيها شيء مثلاً ممكن تعتمد على بصمتك في الانفيرمنت الفيري سيكيور، بيكون فيها باسورد something you know، واحيانا بيكون something you have شيء معك اللي هو عباره عن فوب او كي، او احيانا برنامج على الموبايل. فالشركات عندها طرق متعدده حتى تتاكد من شخصيتك، وبعد التاكد من شخصيتك بتصير انت جزء من الشبكه من خلال جوالك او من خلال موبايلك او من خلال لابتوبك، وبتحصل على نفس المزايا اللي بتحصل عليها وانت جالس في الشركه. يو اكستند الانفايرمنت لبيتك من خلال الابلكيشن هذه. طيب انا اذا سمحتوا لي خلينا نحاول نعمل زي كأنه يعني demonstration لمكتب منزلي الآن بنحكي فيه وكأنه بنوصفه إحنا سوا. طبعاً أنتم بتعيدوني لأيام الفنيات لما واحد كانت إيده في الشغل الفني. بجوز كثير من الناس بيعرفوش أني أنا من 95 لحد 2011 كنت مهندس كمبيوتر، وبعدها قبل ما أنتقل لأمور الإدارة والمشاريع. خلينا احنا احمد وهشام، احنا زمان اول ما طلعت فكره الهاردلس كمبيوترز، الكمبيوترز اللي بدون هارد ديسك، وكانت صرعه وكانت مفاجاه. وبعدين لما بدانا على الكلاود كومبيوتينج هذه كانت قمه الانطلاق، والان احنا عمالنا بنشتغل بتقنيات متقدمه جدا في هوستينج، في فاسيليتيز موجودة. اليوم أنا بدي لو حكينا عن عناصر الورك سبيس، عناصر تبعه من إيش المفروض العناصر الأساسية، هذه الإليمنتس البيسك إليمنتس اللي لازم يكون موجود عليها، الإسينشلز اللي لازم يكون موجودة في أي ورك سبيس. خلينا نبدأ فيها، أول شيء نحدد هذه العناصر الأساسية وبعدين نأخذها واحدة واحدة إذا كانت على مستوى layers، ونطلع من layer الأقل إلى layer الأعلى حتى يعني الموضوع يكون واضح للإخوة المشاهدين عن إيش بنحكي. فهل ممكن أحمد وهشام بالتوالي تحددوا لنا العناصر اللي يجب أن يتكون منها أي workspace موجود في أي مكان، سواء في البيت أو في المكتب أو في السيارة أو في أي مكان؟ تفضلوا. طيب أنا بدي أركز على البيت لأنه الآن يعني الموضوع متشعب، حركزي أما أنت في البيت عندك العوامل لو عندك المواد المطلوبة كيف تشتغل بطريقة تحافظ فيها على صحتك وتكون فيها مركز أكثر وبشكل وتعمل بشكل جيد. طبعا زي ما قلنا الورك سبيس ممكن يكون عبارة عن موبايلك فقط، وعادة هذا يعني بيكون مجرد إيميلات فقط أو أشياء بسيطة. غالباً حتى يكون عندك ورك سبيس حقيقي بدك تبدأ بلابتوب، بده يكون عندك لابتوب حتى يكون عندك ورك سبيس، ممكن اللابتوب يكون هو مكتبك. الآن أنا أعتبر أنا حتكلم على الفيزيكال، حتكلم على الترتيب المكتب بطريقة فيزيائية أو الفيزيكس تبعتهم. الآن اللابتوب أنا أعتقد أنه هو الاستخدام الطارئ السريع، يعني مثلا تكون انت في طريق سفر، مديرك طلب منك تبعت ايميل، تستخدم اللابتوب كما هو. لكن لما تستخدمه في البيت لمده طويله من الخطا انك انت مجرد تفتح لابتوبك وتحطه على المكتب وتشتغل، لان اللابتوب ليس مصنع انك تشتغل عليه ساعات طويله، هو مصنع تشتغل عليه في اماكن مؤقته
زي كافي شوب، زي سيارة، زي طيارة. بس لما تكون في البيت لازم تكون تأسسه بطريقة تضمن أنك تحافظ على صحتك. من المهم جدا أنه لما تشتغل في بيت يكون لما تشتغل بأي شاشة أنه يكون ارتفاع الشاشة من ارتفاع عينك، بحيث أنك أنت ما توطي راسك ولا تضطر أنك توطي رقبتك وأنت بتقرأ في اللابتوب. الآن فيه في علم كامل هاي الشغلات، علم الإرجونومكس أو العوامل الصحية اللازمة في المكتب. فهذا العلم علم طبي، بس أنا بدي أقول بعض التريكس اللي ممكن تسويها أنت بحيث أنك أنت تحافظ على صحتك وعلى نظرك لما تشتغل ساعات طويلة في البيت. أول خطوة عادة أنا بفضلها، إذا كان لابتوبك مثلاً بيفتح بالطريقة هذه، من الجيد أنك أنت تحاول توقفه على جدار أو على جهاز أو على يعني ساند خلفه، بحيث أنك أنت تكون ارتفاع الشاشة من ارتفاع عينك. لما تطلع أنت على اللابتوب ما تحتاج تطلع للأسفل، لازم تطلع للأعلى. أنا كان في تريك أسويها لما أروح على تيم هورتونز في السابق أو الكافي شوب، أني بحاول أوقف اللابتوب بالطريقة هذه على بسنده، وبحط قدامي كيبورد صغيرة. في كيبورد صغيرة تنحمل حتى في شنطة صغيرة، وماوس. هاي الأساسيات اللي بقدر أعتبرها مكتب. إذا أنت عندك لابتوب هذا جيد للبورتابل للتنقل، لكن إذا بدك تشتغل في البيت لازم يكون عندك ماوس وكيبورد بالإضافة إلى اللابتوب. الآن حتقول لي في البيت أنا حاعد أسند اللابتوب وأفتح وأغلب حالي، في كثير تولز متوفرة في السوق شغلتها بس ترفع اللابتوب وتخليه يصير كأنه شاشة مستقلة زائد كيبورد. أنا بالنسبة إلي هاي الأدوات هي عبارة عن مكتب، بروحه في أي مكان في البيت بفتح على الأجهزة بيصير عندي مكتب متكامل، بحطها على طاولة السفرة، بحطها في طاولة المطبخ. حتى لما روحت تيم هورتونز، حتى وأنا في الطيارة، حتى وأنا في القطار، بحاول جاهدا أني ما أفتح اللابتوب وأطلع عليه بطريقة منخفضة. لازم يكون عندي أدوات الأساسية اللي بقدر أعتبر حالي أني بديت مكتب فيها. فهذه بالنسبة إلي أنا what I call as an office as a professional workspace. بإمكانك تنجز فيه أي عمل ممكن تنجزه في المكتب، بإمكانك تنجزه من خلال هذه الأدوات على الأقل. طيب نعمل سويتش على دكتور هشام في نفس الليفل، في نفس اللاير اللي إحنا بنحكي فيه على الانفراستراكتشر. إيش محتاج اللي هيشتغل ويجهز الورك سبيس تبعه في العناصر الرئيسية؟ أجين زي ما مثل ما قال الأخ أحمد وأنت قال، هو اللي بتحتاجه اللي أنت لازم تشتغل عليه. إذا أنت بتتنقل كتير أو بتروح لأماكن كتيرة، ممكن يكون معك اللابتوب وبعض من الأدوات اللي ذكرها الأخ أحمد. إذا أنت بتقعد في البيت كتير، ممكن كمان في شاشات من الشاشات الكبيرة. إذا في ديزاينرز مثلاً أو الناس اللي بيشتغلوا في التصميم بيحتاجوا مثلاً شاشتين، فهي أكتر شيء بتعتمد على وين، شو طبيعة العمل اللي أنت بتشتغل فيه، شو طبيعته. بس لائماً مثل ما قال الأخ أحمد، لازم الواحد دائماً يدير باله على صحته، لازم يأخذ في الاعتبار أنه أولاً في شغلة أنا بحب برضو أحكيها، شغلة العمل من البيت، وخاصة هلأ في هالظروف هاي والناس كلها قاعدة ببيوتها، شغلة العمل من البيت برضو في لها عامل آخر، أنه القعدة الكتير هاي ممكن تسبب أوجاع أو أمراض. أنا من الأشخاص اللي القعدة الكتير سببت لي بالماضي أوجاع في الظهر، أوجاع في الرأس وغيره. فهي الواحد لازم يضل دائما ياخد باله منها، اختيار حتى الأشياء اللي بقعد عليها، اختيار الطاولة اللي باخدها، اختيار الكرسي اللي بقعد عليه. برضه ياخد فترات بريك شوية، يحرك جسمه ما يخليهوش هاي بعدين كمان كيف بدي أقول لك، اللي هي كيف بتعامل مع مع الكتابة أو مع الماوس مع الكيبورد، لأنه الرسغين من هون برضو من الأهمية، بمكان إنهم عدد ساعات العمل الطويلة على كيبورد واحدة بتسبب آلام في الرسغ. فحتى كان دائما عندي أنا في كيبورد اللي هي ملتوية شوي، اللي هي بتاخد يعني بتاخد وضع الإيدين الطبيعي، وضع الرسغين الطبيعي اللي هو هيك، فهي كانت ملتوية شوي. هاي من الأشياء اللي كل واحد، أنا هاي مثلا لأنه صارت معي، صارت عندي أوجاع في الرسغ، فالدكتور تبعي من قال لي من كتر الكتابة على الكيبورد، فقال لي لازم تجيب لك كيبورد تتناسب هاي الشغلة. برضو مثل ما قلت لك، لأنه ساعات عمل طويلة أنا بالنسبة لك اي تي على الهاي لزمتني. أجين برضو أنا بحكي مثل ما قلت كمان، فترات البريك مهمة كمان في العمل، حتى مع الواحد يضل
القعدة والظهر وغيرها الأشياء هاي. فأعتقد أنه يعني لازم الواحد قبل ما يعمل أي خطة لمنزل يعرف إيش طبيعة شغله، إيش بيحتاج، هل بيحتاج أكثر من شاشة، هل بيحتاج شاشة كبيرة، بيحتاج شاشة صغيرة، هل بتنقل كتير، من هاي الأشياء. فكل واحد لازم يحدد شو اللي بده إياه، لكن دائما لازم يكون في باله إنه الصحة الجسدية والصحة النفسية كمان، لأنه الجلوس لساعات طويلة على الكمبيوتر على الجهاز والشغل، وخاصة هلا ما في طلعات من البيت بسبب الظروف اللي إحنا ممكن تصير ساعات العمل بالنسبة لبني آدم أطول مما بتخيل، وهيك هاي بتأثر برضه على صحته النفسية، وهذا إشي برضه مش كويس. فلازم دائما ناخذ هاي العوامل في 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 بناء المكتب المنزلي او في الورك سبيس تبعتنا. طيب اذا تسمحوا لي اسال سؤال، والسؤال موجه لكلا ضيفينا العزيزين. هنالك بعض الامور انا الاحظ، بتابع الان اللايف كومنتس او التعليقات المباشره التي تردنا من المتابعين، طبعا نرحب بهم كلهم ونرحب بتعليقاتكم. في نقاط أثيرت ثلاثة إلى حد الآن أنا أشوف من المهم أن نضيء عليها، هي الناحية السرية في العمل من المنزل والحفاظ على الخصوصية أثناء العمل من المنزل. فسأترك الجواب لكليكما. ميبي أحمد عناية ممكن ترد على موضوع السرية بالعمل من المنزل، وأترك موضوع الخصوصية لك دكتور هشام. طيب السيكوريتي كونسيبت كبير. خلينا نحكي في البيت. انت اولا الواي فاي تبعك مفروض يكون فيه انكريبشن. المينيمم انكريبشن المتفق المتبع حاليا هو AES WPA2 مثلا، هذا اسم البروتوكول WPA2 AES. This is the minimum accepted حتى في البيت. طبعا في البيت حيكون من الصعب انك تحط يوزر نيم باسورد لكل شخص مثلا، غالبا بيكفي في البيت انك تحط بريشيرد كي WPA2، يعني يكون في كلمه مختصره بريشيرد كي، والواي فاي يكون انكريبتد على الاقل ب WPA2 AES. الان وانس الواي فاي تبعك انكريبتد، مثلا بعض التريكس اللي سووها بعض الناس انه الاي اس اي دي اللي هو اسم الشبكه ما يكون يعبر عن بيتك. مثلا انا في البيت افرض اسمي احمد عنايه، من الخطأ الكبير إن أسوي الواي فاي تبعي أحمد إناية بحيث الجيران يعرفوا أو أي واحد هم في الشارع يعرف إنه هذه الواي فاي تبعتي. مفروض اسم الواي فاي يكون إشي عام لا يعطي أي دلالة على الابليكيشن أو المستخدم. الشغلة الثانية الباسورد ما تكون إشي سهل، تكون إشي صعب جدا، وتكون كمان صعبة، يعني صعبة unpredictable، ما تكون مثلا رقم تليفون، اسم، تاريخ ميلاد، تكون عادة مكونة من جزئين أو ثلاثة، كل جزء منهم يعبر عن شيء مختلف، بحيث لو واحد بيعرف جزء من حياتك ما يقدرش يعرف الجزء الثاني. فالكومبلكسيتي تاعت الباسورد شيء مهم جدا، ممكن تغيرها كل أسبوع أسبوعين أو شهر. ممكن تحط ماك اوثنتيكيشن، يعني في بعض الراوترز بيحط لك بإمكانك تختار الماك ادريسز أو الأجهزة المسموح تشبك فيه. الآن الالتيميت سيكوريتي في الواي فاي بتعتمد ان يكون عندك سيرفر يوزر نيم باسورد، وكل شخص يكون له سيكوريتي خاصه فيه، بس هاي صعبه في البيوت. يمكن في البيوت WPA2 بريشيرد كي مع EAS 128 او 256 على الاقل تكون كافيه للبيت. هلا الجزء الاخر من السيكوريتي اللي هو الفي بي ان، هذا بيعتمد على شركتك، يمكن انت ما بتقدر كشخص انك تتحكم فيه، والسيكوريتي موضوع كبير جدا هو معقد، لكن مفروض شركتك the good security مفروض يكون فيها ثلاث عوامل، او يكون في عندك something you know الباسورد، something you have. اغلب الشركات حاليا بيعطوا الشخص فوب او ابلكيشن على الموبايل، بحيث انه هذه بيكون في باسورد تتغير مع الوقت، بتكون مشفرة بطريقة انه لازم يكون معك الجهاز. والسيكوريتي الاعلى هي البصمة او something you are، البصمة او قرنية العين. نعم. طبعا هذا بيعتمد على شركتك، ايش ما بتقدر تغيره انت. فخلينا نركز على السيكوريتي تاعت البيت، انك تكون الوافعه تبعتك محميه بشكل جيد. اذا السيكوريتي هو اساسا راح يكون على حمايه الواي فاي بشكل اساسي، وبعدين ننتقل الى مرحله السيكوريتي او الاجراءات الامنيه اللي تخص جهاز الكمبيوتر نفسه، صحيح؟ نعم. طيب شكرا لك. انتقل للدكتور هشام، وسؤالي لحضرتك هو موضوع
البرايفسي أو الخصوصية، كيف أقدر أحافظ عن خصوصيتي؟ هذه كان من الصديقة ميسون منصور، قالت أن البرايفسي هي واحدة من التحديات اللي يواجهها أي شخص يعمل من منزله، خاصة إذا كان عنده أطفال أو كان هنالك أشخاص كثيرين بالبيت يتحركون. يعني أنا على سبيل المثال كنت أتكلم مع إحدى الصديقات في أحد المرات، وهذه مثال طريف وردني من عندها، لما كان عندها ضجة وضوضاء بالبيت اضطرت تنزل إلى البيسمنت بالبيت حتى تبتدي تشتغل بالكمبيوتر على أساس يكون هدوء أكثر، وإلا فوجئت بأن صوت الفلاشينج من التويلت كان ينزل عندها بالبيسمنت، وكل شوية لما تشتغل وتعمل المكالمات يطلع صوت المي وهي نازلة بالمواسير بالبيت. فأيضا هذه كانت من الأمور المزعجة جدا إلها أثناء العمل. فكيف أنا أحصن نفسي؟ هل هنالك من معدات معينة ممكن أشتريها؟ هل هناك عوازل معينة ممكن أخليها داخل المكتب حتى أدعم وأحافظ على البرايفسي أكثر من ناحية الأصوات، خاصة الأشخاص الذين يجرون اتصالات كثيرة أو مكالمات فيديو أو ما إلى ذلك؟ إحنا شفنا مشاهد كوميدية حلوة صارت مثلا في بعض نشرات الأخبار، أن شخص كان يتكلم لايف مع التلفزيون وفجأة دخل طفل من داخل الغرفة وصار يلعب ويريد يلعب مع أبوه، وأبوه لايف على التلفزيون. الكلام لك دكتور، تفضل. آسف. لا بس خلينا أوضح نقطة في البرايفسي اللي ما بعرف بالنسبة للخصوصية شو قصد الشباب، لأن الخصوصية أنا من عندي من ناحية خصوصية المعلومات، تداخل المعلومات. هلا من ناحية خصوصية المكان طبعا هذا شيء بينفع. انا اقصد الخصوصيه يعني المعلومه، لا ما راح نحكي انه خصوصيه المكان او هذا. الاخ احمد اعتقد تطرق له شوي انه طبيعه عملك بتحدد هل انت بحاجه لمكتب لتقعد بغرفه لوحدك، لان تكون هالغرفه مثلا معزوله عن الصوت او معزوله عن هذا. وفي شغله مهمه جدا انه اذا انت بتستخدم جهاز في اطفال بالبيت او في حدا، دائما تذكر تعمل لوك قبل ما تقوم عن الجهاز وتروح. مثلا الأخت اللي ذكرت ممكن بدها تروح مثلا تعمل أو تقعد للغدا مع العيلة أو something. في كتير ناس بتنسى تعمل لوك للجهاز، فبيجي أي حدا طفل في المنزل بخبص أو بيعمل إشي وبيبعت إيميل من بالغلط أو something. فهالأشياء لازم تكون مدروسة من طبعا كل واحد وقدرته حسب المكان اللي هو عايش فيه، سواء شقة أو منزل. انا بشوف كتير ناس مثلا اللي عايشين في منازل بقعد في البيسمنت تحت، بيعمل في غرفه لوحدها او باخذ البيسمنت بيعمله مكتب، فهذا الاشي بيضمن له خصوصيه لإله كمان من ناحيه خصوصيه المكان العمل. طبعا لازم يكون بعيد عن اي دوشه او اي مكان ما فيه. اذا بتحكي برضه بالنسبه للاصوات المجاوره، اذا بتعمل كتير دائما الواحد يجيب مثل اللي انت شايفه هلا الهيدسيت. إذا أنت بتعمل مكالمات كتير عن طريق النت، هيدسيت مثل هاي دائما بتعزل الأصوات، ميكروفون بيكون حساس للصوت للي كانسل يعني هذه بالضبط. في حساسية الميكروفون، عنده حساسية للصوت بوجه. في عندك برضو بعض الأدوات اللي بتستخدموها في التصوير وكذا، اللي هو البوينتينج مايك. الميكروفون بيكون بوينتينج بس بسمع صوت الشيء اللي قدامه. هاي الأشياء طبعا كلها بتعتمد شو اللي بيعملوا مكالمات كتير واضطروا بهالظروف يقعدوا بالبيت وما ما ما بيقدروا يروحوا اي مكان، ممكن يجيبوا ادوات مثل هيك تحافظ على الهاي. بس هلا المشكله انا بالنسبه لي ليلي لما بيحكوا برضه موضوع الخصوصيه، موضوع خصوصيه تداول المعلومات برضه، لانه احنا خاصه في اخر كم سنه شفنا كتير معلومات تسربت من شركات، اخرها كان من اكبرها شركه اللايف لابز اللي معلومات 15 مليون مريض راحت من سرقت من الشركة لإشي. فهي الشغلات هاي برضو من الأشياء المهمة في التعامل. الأخ أحمد ذكر برضو إنه السكيورتي والخصوصية برضو، أو الأمن والخصوصية مربوطين ببعض، إنه الشركة لازم توفر للموظف أو اللي بيشتغل معاها، الكونسلتنت اللي بيشتغل معاها المشروع لازم يتوفر له. مثلا أنا عندي مشروع مع جهة حكومية في أونتاريو، في عندهم VPN بس أنا مشروعي كله أونلاين، ففي عنا إشي اسمه المالتي فاكتور اوثنتيكيشن اللي هو بيخليك تتأكد وصولك مرة. أنا حتى يعني حابب أوريكم هون، حتى على حساباتي الخاصة أو الإيميلات الخاصة دائما هاي مثلا عندي هذا السوفتوير اللي هو اسمه الاوثنتيكيتر، اللي هو زي ما أنتوا شايفين بيعطيك رقم
كل كم ثانية بيتغير، إنه إذا صارش، لأنه حتى هلأ الباسورد بطلت من الأساليب الكبيرة للحماية. جهاز كوانتوم كومبيوتينج ممكن يعني زي ما بقوله يعمل لك هاكينج لباسورد في خلال 15 ثانية لساعة، فالباسوردات بطلت الطريقة الوحيدة. وأنا صار في كتير عندي شخصياً محاولات كتير لناس تسرق الإيميل تبعي، بيجيني نوتيفيكيشن وبيعملوا لي لوك وبفتحه عن طريق السوفتوير اللي ورجيتكم إياه، بحط هذا الرقم لأنه عندي أنا على الموبايل تبعي أنا. شغلات تانية مثل مثلاً لما بكون برا أحياناً وبضطر أشبك الموبايل عشان أشحنه من باللابتوب، دائماً ما بشبكوش دايركت، بستخدم ديفايس زي هاد من في موجود منه في السوق بكتير. هذا الديفايس بخليك مثلاً تشحن من الموبايل بس بيمنع أي إشي معلوماتية، حتى لو حدا عمل هاكينج اللابتوب تبعك ما بيقدر يسرق معلومات من موبايلك. هذا بس بيخلي الموبايل يشحن من دون ما يمرق المعلومات. ففي أشياء كتير نعملها. برضو من أهم الأشياء إنه إذا كنا في ناس، أنا من الناس اللي بحب أشتغل برا لما بكون عندي مشروع تاني، بروح على كوفي شوب أو بروح على اللايبراري. مهم كتير نعرف شو اللي بنشتغل معاه، ما نمرق معلومات بنكية، ما نحاول ندخل لأماكن خاصة بباسورداتنا من دون ما نكون شابكين على شيء اسمه الـ VPN أو الـ Virtual Private Networks، لأنه هاي الـ Public Wi-Fi ممكن أي حدا يدخل ويقدر يراقب اللي رايح واللي جاي عليها. إذا حطيت حساب بنك ممكن يسرقوه، إذا حطيت السن نمبر مثلاً ممكن ينسرق، وكتير هيك أشياء بتصير. فإذا كنا برا على واحدة من الـ Public Wi-Fi، يعني بسموها Public for a reason زي ما بقولوا، لسبب أنها Public يعني كل الناس تشبك عليها، لذلك أحيانا الكمبيوتر يعطيك تحذير أنه هذه الشبكة is insecure أو غير آمنة، هل تريد؟ فإذا تدخل عليها يعني أنت بتدخل على مسؤوليتك الشخصية. بالضبط. كلهم حتى لما بتدخل مثلا على المكتبة أو إذا، يعطوك دائما مسج أنه إحنا مش مسؤولين عن أي معلومات بتروح بتيجي، أنت مسؤوليتك أنك أنت تعرف شو المعلومات اللي لازم تزودها أو لازم تستخدمها عن طريق هذا النتورك. إذا كنا برا، شغلة مهمة، إذا كنت برا واضطريت إنك تعمل شغلة، أنا أيام بكون برا بضطر أعمل معاملة بنكية، لما بعمل معاملة بنكية بعملها برا عن طريق الموبايل وما بشبك على واي فاي نتورك بابليك، بفصلها وبخليني على الفور جي أو إن شاء الله القادم قريبا 5G. الفور جي والفايف جي نتوركس عليها أمان أكتر من البابليك واي فاي، لأنها بتنشبك لموبايلك لإلك، ما بتتشارك فيها أنت وناس. طبعا المهم انك ما تخلي موبايلك، في ناس تعمل موبايلها عليه تيذرينج او بتخلي واي فاي، وهذا الشيء برضه بخليه مفتوح. لازم تخلي موبايلك دائما مسكر، ما تعمل منه تيذرينج الا اذا بتلزمك عن جد. ولما اذا اضطريت تدخل اي باسورد او تعمل بيرتشيس او عمليه بنكيه، خليك دائما شابك على 4G او شبكه الاتصالات، مش شبكه واي فاي. نعم، شكرا جزيلا. طيب احنا طيب. احنا يعني اخذنا زي ما بنحكي من كل قطر اغنية، وجمعنا في الحديقة عدة ازهار وجمعناها. الان انا حاب ان نعيد ترتيبها، لكن نعيد ترتيبها من وجهة نظر الانسان العادي محدود الامكانيات اللي ما بيشتغل مع شركات كبيرة تؤمن له كل المتطلبات تبعه، بتعطيه الليتست تكنولوجي علشان يشتغل فيها. احنا محتاجين نركز معه، حكينا عن البيسك إليمنتس اللي هو محتاجها عنده، بنحكي عن الكونكتيفيتي، بنحكي عن الكوميونيكيشن، وبنحكي عن الابليكيشنز اللي حيستخدمها، ونحكي عن السكيورتي اللي هو لازم ياخذ باله منها، والداتا سيكيورتي لازم ياخذ باله منها. كمان في عندنا جزئيه مهمه اللي هي البزنس كونتينيوتي، يعني هل انا محتاج بشغلي ان يكون في عندي ادوات واساليب وميثودز اشتغلها واراعيها علشان يكون عندي كونتينيوس بزنس؟ اذا مثلا الواي فاي ضرب، انتقل لا other kind of connections. إذا صار في عندي
مشكلة على الـ على الابليكيشن انتقل لابليكيشن اخر، هل هو الستورج تبعي الافضل يكون برا مش لوكال على الكمبيوتر تبعي؟ يعني خلينا ناخذ كل هذه الهرم هذا كله للورك سبيس بس من وجهة نظر انسان عادي موجود في المنزل ما بيشتغل مع شركات كبيرة بتأمن له الفي بي ان وبتعطيه devices for security passwords secure passwords. كيف بتنصحوه؟ كيف بتنصحوا هذا الإنسان العادي إنه يأخذ هذه الأمور كلها بعين الاعتبار حتى يؤمن نفسه ويؤمن ويشتغل بشكل مستمر دون انقطاع؟ لأنه الآن مش عماله بيشتغل من مكتبه اللي بتكون مسؤولة عنه الشركة، وبالأخير هيحكوله يشتغل في منزلك وممكن يحاسبوه على شغله في منزله. إيش نعطي أشياء اللي هو يأخذها بعين الاعتبار يشتغل اللي هو سيف، يشتغل اللي هو بأمان، وبنفس الوقت يقوم بعمله على أتم وجه، وبنفس الوقت يضمن إنه عمله ما يتم فيه أي دروب لهذا العمل؟ هل بالإمكان هذا الكلام ولا حنحكي له مستحيل لازم أنت تشتغل من خلال شركة كبيرة حتى تقدر تعمل شغلك بشكل تام؟ نبدأ بهالمرة بمين نبدأ؟ بدكتور هشام؟ زي ما تحب. أنا بس حابب أقول إنه من تجربة شخصية، لأن أنا اشتغلت لسنين طويلة لوحدي، كنت أنا مستشار مستقل، فطبعا ما كنتش مع شركة كبيرة، كنت لوحدي. فأولا هذا الإشي جدا متاح. بالنسبة للأشياء اللي أنت ذكرتها كما هذا، خلينا نحكي عن مثلا بلش في الانترنت. طبعا المفروض انه الشركه اللي بتزودك اول شيء لازم يكون عندك خط انترنت سريع. حاليا خدمه الانترنت صارت ارخص بكثير من الاول. انا مثلا عندي خط 50 ام بي بي اس او 50 ميجا بيت بير سكند عشان اقدر ابلود وداونلود، لانه في كثير شغل على الكلاود. هلا في حاله ما صار لا سمح الله غلط او ايرور في الراوتر او في سمثينج او في الانترنت، في وسائل كثيره ممكن تروح على مكان عام مثل ما قلنا المكتبه او اماكن بتوفرها يعني كوفي شوبس او اي شيء. انا ما بفضل الكوفي شوبس كثير، بس انا ايام كثير بروح مثلا على المكتبه لانه موفره من وانا في البيت. دكتور وانا في البيت وانت في البيت برضه في 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 اساليب ثانيه. هلا ممكن تشبك عن طريق الموبايل في شيء بسموه التذرينج. طبعا هذا حياخد داتا كتير، بس هلا حاليا في شركات كندية بتوفر الانليميتد داتا، فممكن انك تشبك اللابتوب تبعك عن طريق الموبايل، يعني بتخلي الموبايل هو الواي فاي راوتر تبعك. طبعا في هاي الحالة برضو لازم، لانه هذا بياخد كتير من بطارية الموبايل، فلازم الموبايل يكون دائما مشبوك بالكهرباء حتى يوفر لك الكونكشن. السكيورتي سايد في الموضوع، السكيورتي اللي هو راح اجي له في كنت على طول تو ذس ليفل. يا يس، هاي اللي بقول لك اياها. السكيورتي هلا ما بيعتمد على في هاي الحاله على الراوتر او على الموبايل. هلا في لازم يكون عندك بعض التولز اللي لازم عندك على الجهاز، لازم يكون عندك انتي فايروس، انترنت سكيورتي سوفت وير. في عندك كتير شركات بتوفر هاي، كل واحد ممكن بفضل سوفت وير معين حسب سهولته او شيء، بس لازم يكون عندك سكيورتي. اللي عنده نسخة ويندوز مرخصة، يعني اللي بتيجي مع الجهاز، في عنده إشي اسمه الويندوز فايروول، هذا برضو موجود للحماية. في عندك كمان بعض السوفتويرات اللي فيها للخصوصية أو اللي بتحمي من الباسوردز، اللي بتسيف الباسوردز عندك وبتحميها. بالنسبة لتخزين الداتا، هلأ هاي خطوة كتير مهمة بالنسبة لي، لأنه أحياناً اللابتوب بصير له كراش أو سامسينج أو غيرها. حتى أنا من الأشخاص مثلاً اللي الداتا اللي كتير سرية أو الشغلات اللي خاصة لعملاء وما بديها بحطها على الهارد ديسك براني مستقل، وعليه إنكريبشن وعليه باسورد عشان ما حدا يقدر، أو لحتى لو صار هاكينج لا سمح الله على جهازي ما يقدر يطولوا هالمعلومات لأنها موجودة على إكسترنال. ولو انسرق الهارد ديسك، الهارد ديسك معمول له إنكريبشن، يعني ما بيقدروا يفكوا الباسورد تبعته ويطولوا المعلومات عنه.
لازم معلش هنت هنا دكتور هشام هنت في ناس عندها باسوردز كتير وبينسوا الباسوردز. في واحدة في واحدة من الشغلات اللي قلتها برضو في شو اسمه في سوفت ويرات بتتذكر الباسوردات تبعت لكل شيء. طبعا هاي برضو لازم تكون برضو محمية باسورد قوي عشان ما حدا يقدر هاي الشغلة اللي ما بنصح تعملها انك انت تكتب هالباسوردات على مكان لانه هاي الاشي ممكن ينسرق او يروح. بس في شوف دائما في طريقة انا بعتمدها انه حتى طريقة عمل السوفت وير لازم تكون سوري عمل الباسورد لازم تكون ذهنية شوية كومبينيشن من اشياء معينة بتقدر تغيرهم. حتى اذا انت نفسك اذا ما كنت بتذكر الباسورد تبعت محل معين راح تكون واحدة من الكومبينيشنز اللي انت متعود عليهم. عرفت علي؟ يعني مثلا تقدر تقول تقدر تعمل كومبينيشن من اسم السايت اللي انت بتعمله مع سنة الاشتراك او الى اخره. هذه الكومبينيشنز اللي انت بتحطها في بالك برضو بتساعدك انك انت تتذكر او انك تحذر ايش الباسورد اللي انت حطيتها في هاي. اكيد برضو دائما برضو انا بقول المالتي فاكتور اوثنتيكيشن دائما مواقع حتى مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك او اذا نسيت الباسورد في عندك على الموبايل تقدر يعملوا لك ريكوجنيشن عن طريق الفون يبعثوا لك تكست مسج او السوفت وير مثل اللي ورجتكم اياه تبع المايكروسوفت مثلا اللي هو بيعطي رقم. فبهاي الحاله ما بتضطر انك تتذكر حتى الباسورد لانه انت لو نسيتها في عند الموقع او السيرفيس اللي بتستخدمها طريقه دائما انك تقدر تلوجن او يرجعوا لك الباسورد القديمه عن طريق سوفت وير اوثنتيكيتر. في هاي كل الشركات الكبيرة تقريبا عندها سوفت ويرز بهذه الطريقة. طيب إذا تسمحوا لي السؤال الآن إلى الأستاذ أحمد عناية. إحنا تكلمنا كل كلامنا لحد الآن يخص المايكروسوفت ومنتجات المايكروسوفت. ماذا عن الأبل؟ على سبيل المثال أنا أحد مستخدمين الأبل، كل الأجهزة عندي أبل، هل أتبع إجراءات الحماية نفسها اللي تحدثتوا حضراتكم عنها الآن مع كمبيوترات الأبل والماك، ولا هنالك برامجيات مختلفة وسبل حماية أخرى مختلفة تخص الماك ومنتجات الأبل؟ أنا مش كثير خبير. هو الماك له عالم وله ناسه اللي دائما بيستخدموا الماك. بس the good thing about Mac مقارنة بالويندوز إنه الماك شيء ما سوفتوير مغلق المستخدمين محدودين، وهذا بيؤدي لإنه حتى الأتاك سبيس تبعه أو الأتاك سيرفيس تبعه أقل كونه مغلق شيء ما. السوفت السكيورتي بشكل كبير تعتمد على شركتك زي ما حكيت أنا. يعني سواء عندك ماك أو ويندوز أنا أعتقد أنه بما أنك حميت البيت تبعك ممكن السيكوريتي تبعت الشركة هي اللي تغطيك بالباقي. ما عندي كثير خبرة عن أبليكيشن ستات الماك، ممكن دكتور هشام يفيدنا فيها. نعم دكتور هشام السؤال نفسه موجه لحضرتك. هو برضو أنا ما اشتغل شير على ماك، بس ماك برضو عندها برضو نفس، يعني إذا بتدخل في عندك شيء اسمه الآي كلاود. نعم. ما كل معلوماتك كل أشياء اللي انت فيها بتكون حسابك على الاي كلاود. برضو هن بيطلبوا منك اذا بتلاحظ انهم صاروا هلا يطلبوا منك الرقم الموبايل تبعك كمان حتى لو انسرقت الباسورد او حدا عمل لك هاكينج للاكاونت او سمثي تقدر تطلب انه تعيد تسترجع الاكاونت تبعك. بيبعتوا لك تكست مسج بتم بعديها بكود معين بتدخله في الهاي فبتسترجع الاكاونت تبعك. يعني كل شركه لها السوفت وير ولها الاشياء تبعتها. للاسف ما بعرف عن اي شيء او ما سمعت ما شفت لغايه هلا. انا عندي ايباد بس ما شفت عليه اي سوفت وير خاص للاوثنتيكيشن زي مثلا المايكروسوفت او الجوجل او غيرها. بس اللي بعرفه انه مره ضيعت انا باسورد تبعت الماك تبعي استرجعتها عن طريق رقم الموبايل. قلت لهم هذا انا بعثوا لي بس يتاكدوا انه انا اللي بلينك معين بكود معين ضغطت عليه دغري استرجعت الاكونت تبعي ورجعوا لي وعملوا لي انلوك ورجعوا لي وقالوا لي اغير الباسورد. ففي دائما طريقه لاسترجاع الهاي. احنا عاده بنحكي the most the only secured system is the dead system. فما في اي سيستم ممكن نعتبره هو سكيورد على الاخر. الفرق بين الماك والاذر ماشين زي الاي بي ام والاي بي ام كومباتبل انه الماك بنعتبره شيء بنسميه ريسك تكنولوجي. الريسك تكنولوجي
بيجمع ما بين الهاردوير والفيرست لاير، بعض البروسيسز اللي بيقوم فيها والعمليات اللي بيقوم فيها الجهاز بتكون بيلت ان في الهاردوير، فهي عبارة عن الكترونيك ديفايسز موجودة بيلت ان في الهاردوير، وبيعتمد على بعض الميثودز والميكانيزم اللي لما بيتعامل مع الداتا فيها بهذا الليفل. ودائما الليفل لما بيكون الليفل فيزيكال ليفل فيزيكال لاير بيكون اصعب واعقد من لما بيكون بيدخل على الابلكيشن لاير، بينما باقي الاجهزه اللي كلها اي بي ام كومباتبل او اللي بتكون في على الموبايل اندرويد بتكون دائما ماخذه ليفل الابلكيشن في موضوع السكيورتي، وهذا بيكون في جاب ما بين الفيزيكال لاير والابلكيشن لاير، بيكون عده لايرز بيدخل فيها، وهذه اللايرز اللي بيصير من خلالها الاختراق فعليا. وهذا اللي بيميز ابل او بيميز ماك على غيره من الاجهزه. لكن هذا هل يعني انه انت سكيورد على طول اذا انت بتشتغل في ماك؟ اذا انت بتشتغل ماك معناته انت في امان؟ لا، ستيل في ناس مختصين كيف يدخلوا على هذه الأجهزة، وطبعا في السابق كان في صعوبات، بعدين صارت الأمور أسهل. زمان مثلا اللي كان يشتغل في يونكس سيستمز كان يعتبر اليونكس سيستم هذه صعب اختراقه لأنه بيعتمد على شيء اسمه Object Operating System، بينما اللي بيشتغل على ويندوز سهل اختراقه لأنه بيعتمد على شيء اسمه Graphical User Interface. لكن بعدين صارت ناس تعمل فيروسز تدخل فيها من خلال يونكس بطريقة احترافية، فبطل في عنا شيء يحكي إنه هذا سكيورد على طول، دائما في ثغرات موجودة. ولذلك الابليكيشنز اللي حكى عنها الدكتور هشام اللي هي فيها حماية، وسواء في الانتي فيروسز أو في الابليكيشنز اللي بتحمي من الهاكرز أو اي ابلكيشنز معتمده في موضوع السكيورتي، هذه مهمه جدا تكون موجوده على السيستمز علشان تساعد في انه يكون الداتا تبعك في امان والسيستم تبعك في امان وتكمل عملك بدون اي مشاكل. انا بس ممكن اذا ممكن اضيف على كلامك استاذ محمد طبعا. بس بالنسبه لبرضه لاجهزه ماكي لغايه هلا مخصصه للاستخدام الفردي، يعني ما بنشوف أجهزة ماك بتشتغل على مستوى سيرفرز أو بتشتغل على مستوى شبكات عالية، هي مخصصة للاستخدام الفردي، فهي بالنسبة للهاكرز ما بتعني كتير، لأنهم هم ما بدهم يخترقوا معلومات، ما بهم يخترق معلومات شخصية قد ما هو بيخترق معلومات بيزنس، يعني يخترق معلومات سيرفرات وإشي. فعدد الناس اللي بتستهدف أنظمة كبيرة، أنظمة التشغيل مثل ويندوز أو اليونكس أو اللينكس أو غيرها، هدول لأنهم مستخدمين عالي في البزنس، يستخدموا على مستوى نتورك. يعني ما وصلت ماك سوقها محدد للاستخدام الفردي، الاستخدام الشخصي، فليست مستهدفة كمان كتير. خلينا نكون في عشان نفهم الناس من البزنس، إنه غير مستهدفة من عالم الهاكرز، لأنها غير ما بتشتغل على ليفل أعلى من الليفل الشخصي. بس حبيت أضيف هاي النقطة. نعم، أنا عندي نقطة برضو على موضوع الـ working from home والويندوز. عادة الشركات enterprises عندهم دومين للويندوز، وهذا الدومين بيتحكم بكل applications بتنزلها أنت على الويندوز. يعني أنا بفترض أن تشتغل من البيت، أنت بتشتغل corporate laptop تستخدمه، وcorporate laptop نزل عليه firewalls والantivirus والantimalware والintrusion prevention intrusion detection اللي مزود من شركتك. في الأبل ماك، الشركات اللي بتصرح بالأبل ماك أو بتسمح للموظفين يستخدموا الأبل، عادة بيستخدموا الجامف، بيستخدموا برنامج اسمه GMF جامف، وهذا برضو بتحكم بالأبل. فعادة في كتير أشياء في السيكوريتي بتعتمد على شراء أبليكيشنز، والأبليكيشنز بتكون غالية، فمن الأفضل لما تشتغل في البيت تستخدم الكوربوريت لابتوب، ما تستخدم البيرسونال لابتوب لما تشتغل من البيت، لانه في كثير تطبيقات وفي بوليسيز وفي كوربوريت ابلكيشنز بتكون نازله على جهازك. سواء كان عندك ابل، مفروض شركتك يكون عندها جامف بحيث انه يتحكم بجهازك، ولو كان عندك ويندوز مفروض تستخدم الكوربوريت لابتوب اللي هو جزء من الدومين واللي متحكم فيه من خلال الدومين، بحيث تتاكد ان السكيورتي المطبقه داخل شركتك متبعه بجهازك هذا، وما تكون انت مدخل الاختراق للشركه. عاده الشركات حتى تسمح لك في بي ان تلزمك تستخدم الكوربوريت لابتوب
ما بتسمح لك تستخدم بيرسونال لابتوب لما تشبك على شبكتها. وفي كلتا الحالتين هما بيتحكموا فيك اما بالدومين كنترولر في الويندوز او بالجامف ابلكيشن في الابل اللي بتحكم بالابل ديفايسز. طيب احنا الان تحدثنا عن كل هذه الجوانب التقنيه واللوجستيه والامنيه المرافقه للعمل من المنزل والتي ترافق للمكتب المنزلي، ما تحدثنا لحد الان عن العوامل النفسيه المرافقة للعمل من المنزل اللي أحدها ربما الإحباط أو التكاسل أو مثلا عدم الشعور بالرغبة بالنهوض مبكرا والذهاب إلى العمل. ما هي النصائح التي ممكن أن تقدمونها لنا ضيوفنا الأعزاء من أجل أن تساعد الموظف على أن يكون عنده مورال بوست ويكون عنده حافز أنه هو يصحى ويعمل بنفس الطاقة اللي كان يروح بها يومياً إلى عمله في صباح كل يوم أثناء أيام العمل؟ السؤال ربما أبدأ بالدكتور هشام. شكراً لك. أنا ببساطة يعني بدي أقول لك أنا من خبرة شخصية، عشان يعني أنا من النوع اللي بحب أطلع برا دائماً حتى في الهاي، وقعدة البيت مش 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 تبعي زي ما دائماً بقول. ف اعتمدت اول شيء لازم مثل ما قلنا نفصل الحياه الشخصيه عن الحياه العمل، نحط لحالك كل يوم قبل ما تبلش اليوم في اخر اليوم شو بدك تشتغل بكره، تنظم وقتك عليه. انا شخصيا بخلي المنبه نفسه على الدوام الصبح عشان يصحيني، وكمان بزبط اجتماعاتي لانه عندنا اجتماعات يوميه وكذا، بزبطها كلها الصبح عشان انجبر اصحى الصبح، عرفت علي؟ واني لاني اكون على الاجتماعات اللي اجتماعات هلا فيرتشوال طبعا عن طريق ال سوفتويرات مثل التيمز او غيره. بس انا بجبر بخلي هاي الاجتماعات عمدا الصبح بكير، عشان لانه لما عندك اجتماع الصبح لازم تصحى، صح ولا لا؟ صحيح. ولما بصحى الواحد الصبح خلص صحي، يعني ما فيك صعب الواحد يرد يرجع ينام. وهي تزبط عندك دائما، خلي البرنامج تبعك الشيدول مثل ما انت بتشتغل من المكتب، عندي مجموعه من المهام او التاسكات اللي لازم اشتغلها اشتغلها، حط دائما في اعتبارك انه الشغل اللي انت بتعمله مسؤولية، وفي زبون لازم أو عميل عم بيستنى هذا الشغل منك. طبعا هذا الشيء برضو مهم من الضمير الداخلي الإنساني، أنا لازم أخلص شغلي، لازم أعمل هالشغل لأنه أنا ملتزم أخلاقيا وعمليا للهاي طبعا. وبالأهم الأشياء مثل ما قلت، ما تدخلي حياتك الشخصية تدخل على حياتك العملية، يعني الناس اللي عندها عيال وكذا ما تخليها ديستراكشن، أو ما تخلي الشغل نفسه وانت عشانك قاعد بالبيت تاخذ ساعات طويله. انا شفت ناس خصوصا اول الازمه اشتروا يشتغلوا ساعات طويله 10 ساعات و14 ساعه، هذا جدا جدا ضار. انا انفسهم بالعمل بالضبط، انا شخصيا من الناس اللي تاثرت بزمان، يعني لما كنت من اول وانا في هذا من ساعات العمل الطويله. انا احكي لك ببساطه، النفسيه بتاثر على الجسديه. انا صار معي مشكله في المراره من وراء الضغط النفسي واضطريت اعمل عمليه واشيلها. عشان هيك دائما بنصح الناس اشتغل ساعات العمل اللي بتقدر عليها، ما تزيد كتير، ما تنقص كتير، وخلي دائما الدافع لك انه صحتك النفسيه والجسديه باول مثال. اذا ما عندك صحه ما حتقدر تشتغل anyway. صحيح. شكرا استاذ احمد. كم ساعه تنصح ان يعمل الانسان بشكل متواصل يوميا من مكتبه المنزلي؟ طيب طبعا هو الجلوس مدة طويلة شيء سيء جدا، يعني انا ما بدي ادخل في نصائح طبية، بس يعني عادة don't spend more than 10 minutes على كرسيك، كل 10 دقائق حاول تقوم تتحرك. بدي اتكلم عن، بدي ارجع خطوة يعني حتى على المورالز وعلى على النفسية في المكتب. حتى تكون في مكتبك مرتاح لازم تكون شيء، اما هذا المكتب عبارة عن work space معزول عن بيتك او مختلف عن بيتك، يكون عندك مكان محدد لما تروح عنده الصبح تكون معروف ان انت الان في عملك، بحيث نفسيا تكون حاس حالك في العمل. هذا المكان حتى العائله لازم يعرفوا انه مكان عمل. لو كان هذا المكان عباره عن مكتب حاول انك تعزله، لو كان عندك مكتب مستقل اوريدي حاول تعزله صوتيا عن البيت بشكل كامل. في عده يعني تقنيات ممكن تساعدك. اغلب الناس يعني لو المكتب موجود مثلا مش حيقدر يعيد بنائه، بعض الناس بعرفهم بحطوا عزل على الباب بحيث انه الباب يعزل الصوت لانه عاده مدخل الصوت. في بعض الناس بيستخدموا هيدسيتس فيها اكتيف نويز كانسليشن،
حيث انه لو كان عندك نويز مستمر مثلا من مروحه او حواليك تدفئه او جهاز دائما شغال ممكن تحط نويز كانسليشن بحيث تشعر انك انت مركز في عملك. بعض الناس بحطوا تقنيات زي الوايت نويز والامبيانت نويز بتكون عباره احيانا عن جهاز خارجي او احيانا بيكون عباره عن صوت، هذا الصوت بيشعره بالعزل عن بيته وبيخليه يشعر بانه هو في ديجيتال ورك سبيس معزول عن محيطه في البيت وبيعيش بجو العمل، وهذا بيساعده انه يكون منتج ويكون برودكتيف وما يحس حاله انه قاعد في البيت في جو الكسل. مثلا من الاشياء الاخرى اللي ممكن شخص يسويها حتى يركز في شغله ويحس بالانتاجيه انه ما يحط قدامه، ما يكون في مكتبه مقابل نافذة مثلا أو إشي بيتحرك أو إشي ملفت للانتباه أو لوحة فنية، من الأفضل يكون وراك إشي مصمت لون واحد جدار. بدي برضو في تصميم المكتب بدي أركز على شغلة البرايفسي شوي، بحاول ما يكون شاشتك وراك ممر كل عيلة بمر من وراك بحيث إنه كل الناس يشوفوا إيش انت بتشاهد، حتى لو اجى عندكم ضيف لو دخل حدا لو حدا مر قدامك. من الخطأ الكبير انه اي واحد يدخل البيت يشوف شاشة مكتبك. يعني انا حاليا مثلا مكتبي لاحظ وراي جدار وراي جدار مصمت، يعني خلص ما فيش حدا ممكن يجي وراي من وراي بالغلط ويشوف انا ايش بعمل. الشغلة الثانية في ناس بحطوا برايفسي على الشاشات، يعني عبارة عن شيء زي يعني شاشة اللابتوب وحطوا فوقها برايفسي سكرين الأسود. نعم هذا أيوة، بحيث إنه ما بيشوفوا إلا الشخص العمودي لو حدا من الجنب. هذا بيستخدموه في الطيارة وفي القطار، أما في البيت بيكون الأفضل إنك لو تخوي وراك أنت عازل جدار بحيث إنه ما حدا يكون مر من وراك، وهذا بيفيدك في الفيديو كونفرنس. من السيء جدا إنه في الفيديو كونفرنس يكون وراك باب بيفتح أو ممر، من الأفضل دائما يكون باب قدامك بحيث إنه لو واحد دخل على مكتبي الآن أنا أول واحد بشوفه. يعني لو حدا لو العيلة بالخطأ هذا باب صحيح هذا باب المكتب، لو حدا من العيلة فتح الباب أنا بشوفه قبل ما يشوفه المشاهد أو بشوفه الشخص صحيح. في فيديو كونفرنس فبأشر له بقول له اطلع سكر اعمل بحيث إنه يعرف إنه أنا في مكالمة وما يكونش إيش ما يكونش البيت مكشوف من خلال الفيديو كونفرنس. في ناس كتير بيستخدموا الهيدسيت كتريك أحيانا، يعني حتى في البيت بحطها عشان لما يعرفوا لما أحط الهيدسيت هذه أنا في جو العمل. بعض الهيدسيتس بكون فيها ضوء بيعطي انطباع إنه أنا عم بتكلم بحيث إنهم يعرفوا إن I'm active on an active call وهذه صح. المكالمة ما زالت شغالة بحيث إنه ما يقربوش علي. بدي أحكي على Workspace أكثر لأنه موضوع مهم، يعني أنا ما أعتقد الأبليكيشنز مسؤولية الشركة، الWorkspace ترتيبه هي مسؤوليتك أنت، كوني بفترض إنك أنت شغال في corporate وشغال بشكل مؤقت في الهوم أوفيس وعشان هيك بتحتاج ترتبه بطريقة تشعرك بالراحة. لو في نافذة ما تخليها قدامك، خليها مثلا على جانبك، وبعض الناس بنصحوا يكون النافذة على جهة عكس جهة كتابتك بحيث انك انت ما تكون النافذة دائما في وجهك كل ما تلف وجهك مكان كتابة، بس لما بدك تريح عينك تطلع على النافذة، ومن الأفضل لو تغلق الستارة وانت بتشتغل. بعض الأشياء اللي الناس بيفضلوها مثلا، بدي اتكلم شوي على الشاشه، انا اتكلمت شوي على اللابتوب، بدي اخذ بضع دقائق احكي شوي على موضوع اعتقد انه مهم للناس. الان حطلع حرك الشاشه، الان حكيت عن اللابتوب كيف انك انت بقطع صغيره جدا ممكن تخلي مكتبك كانه مكتب الشركه بشكل متكامل، عباره عن مكتب بمستوى نظر العين، فانت بتشعر بالراحه بتقعد ساعات طويله من دون ما يكون عندك مشكله. لو افترضنا انك انت شغلك بيحتاج اكثر من هيك، بيحتاج شاشه، حاوريك تريك صغيره على الشاشه، اعطيني ثواني اطلع شاشه واوريك تريك ممكن تخلي الشاشه مريحه بالنسبه لك. طبعا لو انت بتقعد اكثر من ساعه على اللابتوب بعتقد انك لازم تجيب شاشه خارجيه، والشاشه الخارجيه هي تكون كبيره مثلا 24 انش او اكثر بحيث انك انت ما تضطر انك تضل مركز على شاشه صغيره. خليك معي أنت والمشاهدين ثواني لو سمحت. نعم معك. طيب الآن في دراسات بتقول إنه كل ما صغرت الشاشة اللي بتركز عليها كل ما ساءت نفسيتك. كان في كتاب قرأته لكاتب كان اسمه بوز بيحكي بيركز على إنه كيف هيئة جلوسك أنت وتركيزك بتأثر على نفسيتك، ووجدوا إنه الناس اللي بيشتغلوا ساعات طويلة على شاشات صغيرة بيشعروا بالاكتئاب بنسبة أعلى من غيرهم، وحتى وجدوا إنه الجوال الصغير الموبايل الصغير لو جلست مدة تشتغل عليه كل ما كبرت الشاشة كل ما تحسنت نفسيتك. والعملية نفسها في الديسكتوب
في اللابتوب. فلو افترضنا انك انت بدك تجيب شاشه، لافترض انك it is a good investment I think you need، انت بحاجه ان يكون عندك شاشه في البيت تشتغل عليها. الان الشاشه اللي نفترض انها 24 انش this is common على الاقل، حاول تكون الشاشه تتحرك بتطلع وبتنزل، ما تجيب شاشه دائما نازله، لانه زي ما قلت لك القاعده بتقول على في عده قواعد مختلفه، بس على الاقل بتقول لازم الشاشه من فوق تكون من مستوى عينك، وبعض الناس بيقولوا تكون 2 انشز اعلى من عينك، تكون يعني حافه الشاشه العلويه، بعض الدراسات بتقول تكون انشين اعلى من عينك، بعض الدراسات بيكون مستوى عينك. لو بتحط انت الكاميرا على الشاشه من افضل تنزلها شوي تكون مستوى الشاشه على عينك، اذا الكاميرا ما بتهمك يمكن ترفعها شويه. الان لو افترضنا الشاشه اللي عندك ما بتسمح لك انك تزيد عن هذا الحد، طبعا لما تشتري شاشه اهتم جدا انك تشوف ارتفاعها وانها بتوصل لمستوى عينك. اذا وجدت انه ما بتوصل لمستوى عينك، في كثير ناس بحطوا كتب تحت الشاشه، الكتب بتكون باحجام مختلفه، فهذا بيسمح لك بالراحه انك انت ترفعها بشكل مناسب. اما اذا انت من شخص بتحب تكون مرتب، في تريكس عده تو تريكس الناس بيسووها بشوفهم في الشاشه. استنى معي ثواني حوريك التريك الاولى. نعم. التريك الاولى بحطه بيشتروا رف مرتب، الرف هذا بيكون ارتفاع، والرف هذا بحطوه هيك بحطوا الشاشه فوقه، بيستخدموه حتى كرف، بحطوا هون الكتب بحطوا الشاشه فوقه، فهيك بيرفع الشاشه بمقدار مثلا 6 او 7 انش وبيخليها على مستوى صحيح. العين صحيح. طبعا الكتب هي اسهل شيء، ممكن تحط كتب تحت الشاشه او كرتون او اي شيء، اذا ما بدك تحط كتب بده يكون شيء يعني دائم اكثر. هاي الرفوف متوفره في اي مكان، 10 to 20 دولارز you can have one. اذا بدك شيء هي مره هذه الرفوف في اشياء مور بروفيشنال بيجيبوها الناس، يعني بتكون عباره عن قواعد خصوصي لرفع الشاشه، وهي القواعد بيكون فيها سيتنجز بتفكها وبترفعها بحيث انك تحدد بالضبط كم مستوى الشاشه، وهذا بيساعدك بشكل كبير انك تشتغل بطريقه بروفيشنال. بتشبك اللابتوب على الشاشه بشكل خارجي في HDMI او اي لينك ثانيه، والشاشه هذه بترفعها. من المهم جدا اذا انت بتقعد اكثر من ساعه على اللابتوب انك يكون عندك الشاشه خارجيه، والشاشه الخارجيه ترفعها على مستوى عينك بحيث انك تكون مرتاح فيها بشكل جيد. الان لو كان شغلك بيحتاج اكثر من شاشه، فغالبا انه بيكون من الصعب انك تشبكهم وتفصلهم كل يوم. حتى الناس بيستخدموا دوكينج ستيشن، هي عباره عن جهاز بيكون بيشبك باللابتوب وبتشبك عده شاشات فيه، بحيث انك انت توزع الابلكيشنز تبعاتك على الشاشات هذه. مثلا حوريك السيت اب تبع مكتبي اذا كان السلك بيسمح لي. طبعا هيك السيت اب تبع المكتب عندي، عندي مثلا ثلاث شاشات. نعم. لانه هذا شيء اذا انت بتقعد مثلا عملك بتقعد عليه اكثر من 3 أو 4 ساعات، تحتاج يكون عندك شاشه للتطبيقات المختلفه. نعم. ومن المهم جدا انه الشاشات هذه تكون بتلف عمودي وافقي، بحيث انك بعض الاحيان تحتاج انك تقرا دوكيمنت طويله، فبتحتاج ان الشاشه تقلبها بشكل افقي بحيث انه الدوكيمنت او البي دي اف تشوفها بشكل كامل او الاكسل شيت، وهذا بيساعدك كثير انك تركز، حيث انك تحط كل ابلكيشن شاشه معينه. مثلا تشتغل اكسل شيت بدك تطلع النتائج تكتبها في ايميل، تفتح الاكسل شيت في شاشه وبتفتح الايميل بشاشه اخرى، بصير تشتغل مع الاثنين. اذا انت شخص يعني في مكتبك معتاد على شاشتين، انا اعتقد انك في بيتك لازم تشتري شاشتين كمان. اما اذا في مكتبك طول عمرك عايش على شاشه واحده، يو كان ليف وذ وان، بس اذا كنت انا يعني اذا كنت في مكتبك معتاد تشتغل بشاشتين، اعتقد ان it is a good time to invest في الهوم اوفيس وتجيب شاشتين وتركبهم شاشتين على الاقل، وتركبهم حتى تكون عندك نفس الانفايرمنت اللي عندك في المكتب موجود عندك في البيت. الازمه قد تطول وقد تجلس اشهر وانت بحاجه لانك انت تشتغل بشكل برودكتيف خلال المده هذه، لانه هذا مصدر رزقك يعني. فالمفروض انك يعني تو انفست مور في 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 هذا الموضوع. بعض النقاط الاخرى اللي كنت بدي احكي عنها هو الكرسي. الكرسي it worth an investment في الواقع، لأنه الكرسي بتقعد عليه انت مده قد تصل الى 8 ساعات. طبعا لما احكي ساعه و8 ساعات وساعتين لا اعني متواصله، من الخطا الكبير تقعد اكثر من 30 دقيقه، يعني كل 10 ربع ساعه اوقف اتحرك سوي لك كاسه شاي، ما تروح المطبخ، حاول ما تروح المطبخ، روح على الباك يارد، روح على الفرونت يارد، روح على مدخل البيت اتحرك اشرب كاسه مي. بعض الناس كثير بحطوا في المكتب كاتل وبحطوا مايكروويف، حيث انه يقوم يسوي له كاسه شاي في المكتب بدون ما يطلع على المطبخ، لانه لو طلع على المطبخ حيقضي وقت طويل. فحاول انك كل 30 دقيقه على الاكثر تقوم تتحرك. هلا بعض الناس بيستخدموا الستاندينج اوفيس،
انه بكون المكتب اصلا واقف. في مكاتب تتعدل بتصير واقف وجالس، حيث انه مثلا كل ساعه مثلا بغير مكتبه وبخليه واقف، حيث انه يشتغل هو واقف بعدين برد بيقعد تحت مره اخرى، حيث انه هو يحرك دمه خلال المده هذه. الانفايرمنت تاع المكتب حاول ما يكونش فيها اي شيء بيشتتك، اذا كان عندك مكتب مستقل، او حتى اذا كان عندك ورك سبيس ما يكون حواليه التلفزيون وناس بيتحركوا. يعني بعض الناس اللي ما عنده مكتب مستقل بيستخدم المطبخ مثلا، ومنه بيسوي كنترول انت على اولادك، بحيث انه ما حدش يدخل المطبخ مثلا او يضل يوكل طول الوقت. ممكن تستخدم غرفه المطبخ انها كمكتب. ممكن المكتب ينتقل مثلا مرتين في اليوم مش اكثر، مثلا تقعد في المطبخ لما يصحوا العيله تنقل على غرفه نوم، وزي ما قلت لك المكتب بشكل كامل ممكن انت تحطه في الاجهزه اللي حكيتها انا، في اللابتوب والكيبورد والماوس والحامل. هاي الثلاث قطع بتحملها في اي مكان، بتصير عندك مكتب متكامل مثلا ككونفرنس كولز، بينما الشاشه بيكون في مكان ثابت ما بتحرك. الشاشات مثلا اذا واحد بده يشتري شاشه ما عنده شاشه، هلا في عده خيارات. بعض الناس بفضلوا الشاشات ال 16 تو 9 زي الشاشات اللي وريتكم اياها اللي بستخدمها عندي في البيت. بعض الناس بيحبوا الوايد مونيتورز. انا بفضل الشاشات الستاندرد 24 المستقله، بحيث ان كل ابلكيشن في شاشه. بدي احكي شوي عن الصوت والهيدسيت. الهيدسيت اذا انت شغلك بيحتاج كتير كونفرنس كولز وفيديو كونفرنس كولز، ات وورث انفستينج ان ا جود هيدسيت. طبعا هيدسيت انواع، بعض الهيدسيت بتكون فيها بيسموه closed open، بعضها بتكون دقيقة شوف لك you can اسمها، بعضها بتكون closed back وبعضها open back. closed back بتكون معزولة بشكل كامل، open back بتكون مش معزولة. يعني مثلا بعض الشاشات بتكون ضخمة وفيها عزل كامل للصوت، حيث انك انت ما تسمع الاشي اللي خارج. وانا ما بحب هذه الشغلة، بحب اكون يعني برضو صاحي على الانفيرمنت اللي حوالي، ولو صار إشي طارئ في البيت أكون متفاعل معه بشكل سريع، ما أكونش معزول. أنا my preference إنه يكون عندك بلوتوث هيدسيت بيكون فيها مايك مستقل، وتكون برضو من شركة كويسة وغالية. يعني بعض الأخت مثلا اقترحت جبرا، which is one of the best، وأنا بستخدم يعني البراند هذا جبرا، مش داعي له. وبرضو بعض الناس اللي بيقعدوا ساعات طويلة على التلفونات ويحتاجوا يتحكموا بشكل كامل، بس بيجيبوا docking station للهيدسيت. الهيدسيت بيكونها docking station، تتحكم انت متوقف الكول، تفتح الكول، تسوي ميوت بشكل خارجي، تشوف حالك انت مسوي ميوت او لا، تشبك على جهازين او اكثر. فيعني اذا انت شغلك فيه كتير فيديو كولز و voice calls، من المفروض انك to invest in a good headset تريحك وتسمع بشكل واضح، ويكون بامكانك التحكم فيها من خلال لوحة تحكم ثابتة، بحيث تقدر تتحول من موبايلك لجهاز الكمبيوتر او لاي اجهزة اخرى. الكاميرا مثلا، الكاميرا اذا انت بتستخدم فيديو كونفرنس ما تعتمد على الكاميرا تاعت اللابتوب، حاول تستخدم كاميرا خارجية resolution عالي. وانا صحيح بفضل الكاميرات اللي يكون فيها شتر، بحيث تعطيك برايفسي. في كاميرات بكون فيها غطاء، بحيث انك لما تستخدمها بتسكر الغطاء فيزيكالي، بتضمن انه انت بالخطا ما راح تشغلها. ولما تكون بدك تستخدمها بترفع الغطاء بهيك حاله، بتضمن انه الكاميرا تبعتك فيها برايفسي. حتى كاميرا اللابتوب انا من الناس اللي بفضل انك تكون مغطيها لما تستخدمها. بعض اللابتوبات الكاميرا فيها شتر، فيها إشي بيسكرها، فبفضل انك تجيب الكاميرا تتسكر، بحيث انك حتى لو انت شغلت الفيديو كونفرنس بالخطا شغلت الكاميرا، ما تطلع شيء ما بدك الاخرين يشوفوه. يكون عندك فيزيكال كنترول بحيث انك انت مغطيها وتتحكم فيها بشكل كامل. هاي شغله مختصره عن بعض النقاط. بس مهندس احمد يعني حقيقه اخذت اكثر وقتي انا بسرعه يعني. لا 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 بالعكس، كلام مفيد جدا. بس قبل ما انتقل بالسؤال للدكتور هشام، اي واحد حيشوفنا الان ويشوف التجهيزات اللي موجوده عندك حيحكي يعني باشمهندس احمد جاي من 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 عائله مرفهه، يعني ما شاء الله عليه، وبيشتغل في شركه ما شاء الله محترم، بدناش ننق عليك يعني، يا شايف. فيعني وبطلب منا نعمل التجهيزات هذه كلها، ويعني هذا الامر صعب جدا. احنا بدنا يعني شيء عملي واقعي حقيقي على قد الحافك مد جريك، ولا لا استاذ زياد؟ صحيح. على المثل العربي، على قد الحافك مد جريك،
احنا هيك لا للحافظ ولا الرجلين. طبعا كل المكتب هذا كل المكتب هذا بانشورنس تبع السياره شهر واحد، يعني هم شركات الانشورنس خصصوا علينا. انا كنت كل المكتب كل المكتب هذا بانشورنس تبع شهر واحد في طيب. كندا مش استاجر يعني. علشان نكون دقيقين خليك معي في سؤال طبعاً. لك في سؤال الدكتور هشام. السؤال اللي لك الكلام هذا اللي انت حكيته واعتبرته انت اسينشال في اي مكتب منزلي لازم ناخده بعين الاعتبار. بالبيسكس الاساسيه اللي بنحكي عنها، بديش ثلاث شاشات، بدي شاشه ماكسيمم شاشتين اذا انا مضطر لهم، وبدي يكون في عندي كرسي محترم، طاوله كويسه، الكرسي يكون صحي، الطاوله تكون صحيه، بالفاسيلتيز اللي موجوده كلها تكون عندي. انت طبعا اكيد يو اتراكت البيبل لما انت بديت تفرجي السماعات والوايرلس كنترول تبعهم، فهذا كله كم بيكلف الشخص لما بيجهزوا بالطريقه هذه كم بيكلفه؟ بس قبل ما تجاوبني حسأل سؤالي للدكتور هشام، ايش بتحب تعطينا من تجربتك في المكتب المنزلي كنصائح اخيره في للاصدقاء ممكن يأسسوا فيها مكتبهم المنزلي وضروري ياخذوها بعين الاعتبار، سواء من حيث ديفايسز او من حيث ابلكيشن او من حيث طريقه عمل واسلوب عمل في عملهم. خلاصه الكلام لانه احنا شارفنا على نهايه لقائنا هذا. ابدا بيكمل بس الاستاذ المهندس احمد يكمل كم كلفوا هذا الكلام او كم بيكلف هذا الكلام قبل ما انتقل للدكتور هشام. طيب هلا انا قلت المكتب بدك تبدا هاي هالاشياء اساسيه في المكتب. اللابتوب تعطيه شركتك مش حتشتريه، كيبورد من هاي الاشياء this is one of the cheapest يعني يمكن تكون بحدود $20 $20 كندي يعني. انت حاليا الناس ما بيروحوش على مطاعم، الناس كانوا يروحوا مطاعم كان يصرف كل يوم 10 to 20 bucks مثلا. شغله زي هيك حامل مثلا بريح عيونك بشكل كبير ممكن تروح بين $15 to $20. الماوسات هلا ممكن 10 to 15 you can get a good mouse with 20 plus. يعني هاي الشغلات البيسكس ممكن $50 انت تريح عينك بشكل كبير وتريح ظهرك بشكل كبير as a starting. هذول الستارتنج هذول something you must have I think، لانه اللابتوب مش مصنع انك تشتغل عليه في البيت، اللابتوب مصنع للتنقل، مصنع انك انت شغال في سفر في طريق سفر مديرك اتصل حكى لك شفت هالشغله بسرعه بتشوفها، بس اذا بدك تشتغل في بيت بدي يكون اللابتوب مهيئ انه يكون على مستوى عينك. خلي دكتور هشام طيب. يحكي بعدها بحكي على الشاشات، الشاشات بتصير اغلى. طيب جو اهيد دكتور هشام. والله انا بتفق مع الجميع في انه حسب طبعا طبيعه الشغل. انا عن نفسي شخص ما عندي كل هالتجهيزات. انا بالنسبه لي عندي شاشه اللابتوب، وزي ما قال الاخ احمد بجيب كتب برفعهم عشان بشكل موفر، ما لاني ما بحتاج اجيب كل هالاشياء. بالنسبه لايام برضه الكلام او الفيديو كونفرنسينج او الكلام بشكل عام على التليفون، احيانا بتكلم فيديو كونفرنسينج او اشي عن طريق الموبايل نفسه. عندي زي هذا الموبايل وعندي هاي الرافعه زي ما انتم شايفين، هاي ممكن تحطها هيك طبعا بتثبت على الارض وتقدر ترفعها لفوق لتحت مثل ما بدك. هاي ما بتكلفش، اعتقد هاي كانت $19 او something، ما بتكلف كتير. ماوس عندي ماوس مع ليزر بوينتر وكذا كلها حوالي $30. عندي كان في كيبورد جبتها من زمان لانها هاي شوي الاغلى واحدة جبتها كانت حوالي $100 وشوي، لانها كيبورد صحية ملتوية عشان تريحني بالهاي بلوتوث كمان. والهيدسيت انا بستخدمها هيدسيت عادية جدا برضه يمكن $30. يعني كل اللي الأشياء اللي أنا بشتغلها من البيت ما بتوصل $300 بالكتير يعني. جميل. نرجع على أحمد على الشاشات بشكل طيب. الهيدسيت فعلا هاي غالي الهيدسيت، لأن أنا في حياتي اليومية من قبل الكورونا شغلي بيعتمد كثير على الهيدسيت وعلى $255 يا استاذ. هاي الهيدسيت هاي الهيدسيت غالي لانه احنا وي تشارج ات. انا بالنسبه لي يعني احنا وي هاف وي نيد ات شغلنا، فهي شغله مستقله. بس في هيدسيت حتى من نفس الشركه جابر ممكن تلاقي هيدسيت مثلا
سلكية بتأدي أغلب العمل، ممكن تأدي يعني بكون فيها مايك وهيدسيت. الآن اللابتوب الشاشة، حفترض أنك أنت حتجيب شاشة بكل الأحوال لأنك بتحتاجها، رفع الشاشة مش حيكلفك 15-20 دولار. ممكن تستخدم الكتب، الكتب الحلو فيها إن الكتب يعني بتكون أحجام مختلفة، في يعني عندك كتب نحيفة كتب عريضة، فأنت يعني بتضبطها بالسنتي الكتب، بتجيب كتب بتضبط ارتفاع زي ما بدك، بتضبطه على مستوى عينك وآمنة غالبا. بعض الناس بيستخدموا كراتين شحن أي شيء بيرفعوا الشاشة بحيث تكون على مستوى العين. أما الكرسي، الكرسي أعتقد أنه ضروري، ضروري يكون الكرسي مريح. يعني زي ما قلت لك، لو أنت لو 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 حسبت مكونات المكتب البروفيشنال، ممكن تأمين سيارة شهرين، تبني فيه مكتب يظل معك سنين طويلة ويريح ظهرك، بدل ما هي سيارة صافي باب الدار على الفاضي صلها شهر وحضر كمان 3 أشهر على الفاضي. يعني you are not utilizing insurance تبع الكار، بينما المكتب هذا بفيدك أكثر، بتقعد فيه أكثر وبتسوي فيه جهد أكبر. الآن لسه كنت بتحكي الكرسي بتحكي عنه شيء مهم، يعني الكرسي جدا. يعني مثلا عادة الكراسي لما يحكي عن مواصفاتها بقول لك لازم الكرسي يكون شيء فيه flexible، مثلا يكون ارتفاعه فليكسيبل، الايدي تكون فليكسيبل، الايدي مثلا تطلع بتنزل تتوسع وبتتقصر بتتوسع وبتتضيق بتميل يمين ويسار، الظهر اللامبر هذا يكون بيطلع وبينزل. من المهم جدا ان الكرسي يصير تفصيل على جسمك ويكون بيتحرك فيه كل مفصل، يكون المقعد بيتقدم وبيترجع. You need to invest in a good chair. Otherwise انت بتضر بصحتك، بتضر بظهرك. يعني السؤال حسنك يا كم بيسوى عندك، كم بيسوى عندك صحه ظهرك؟ اذا قلت لي انت صحه ظهري ما بيسوى 100 دولار معناته انت يعني طيب مستقل بنفسك. استاذ احمد، فلوس الكرسي هذا فلوس كم؟ يعني هيك فلوس كم فلوس؟ ما هو انت بدك تحافظ على ظهره بس ما بدك تكسر نفسيته. يعني هلا يعني بعض الشركات، يعني بعض الشركات you can expense بعض من الهوم اوفيس، بس يعني ممكن اتوقع جود شير يكون بين 100 و200 يمكن. اتوقع طيب. جود شير يعني بين 100 و200. نعم نعم معقول. تفضل استاذ زياد، النهايه معك. انا بصراحه يعني المعلومات كانت مفيده جدا، وانا أنا مش متخصص بمجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك، أنا بعيد عن هذا المجال، لكنه فعلا استفاديت منكم بأمور كثيرة. وأنا واحد من الأشخاص الآن اللي كانوا يعملون بالبيت ما قبل الجائحة، جائحة كورونا، والآن زاد عملي بالبيت أكثر بسبب اضطرارنا للجلوس بالمنزل. ففعلا معلومات قيمة وجميلة جدا، أنا يعني لأول مرة أسمعها منكم، وكنت مستمتع مثل باقي المشاهدين بالمعلومات اللي استقيناها من حضراتكم، وفعلا معلومات ثرية جدا. أنا بالنسبة إلي بس حتى أطلب الكلمة أخيرة من كلا ضيفينا الكريمين للمشاهدين. الآن بما أنه إحنا تكلمنا عن كل الجوانب اللي ترافق العمل المنزلي، وتكلمنا أيضا على الجوانب النفسية وجوانب الصحة الجسمية، أيضا ككلمة أخيرة، هل ترون أن العمل المنزلي أصبح اليوم شكل من أشكال المستقبل؟ هل هو الآن يعني is home working shaping our future؟ مستقبلنا الآن حيكون من المنزل أكثر من العمل في الدوائر الحكومية؟ الجواب لكليكما ضيفي العزيزين. أبدأ مع الأستاذ أحمد. VPN يعني من الواضح أنه الوباء أو الجائحة حيطول مدة طويلة للأسف، يعني من الواضح أنه الشغل من المنزل حيستمر لمدة طويلة. يعني حاول أنك تأسس شغلك في المكتب بطريقة مريحة، يعني أسسه بطريق بشكل أنك هتكمل شغل فيه من 6 إلى 7 من 6 أشهر إلى سنة على الأقل، هتشتغل في هذا المكان اللي هو الورك سبيس اللي في البيت. والله حاول أنك أستاذ أحمد. يعني مش هذا بحكي أنا، هذا اللي بيحكول مسؤولي الصحة في كندا، يعني مسؤولي الصحة في كندا بيحكوا أنه الشغلة هتطول، وحتى تحمي نفسك بشكل جيد حيكون من الأفضل أنك تأسس المكتب بشكل جيد. وإذا العملاء تبعونك وجدوا أنك أنت في الفيديو كونفرنس وفي الفويس كونفرنس بتنجز بشكل جيد، ببطلوا يطلبوا أنك تجيهم أصلا، بقولوا عنده
good establishment, عنده مكتب مؤسس بشكل جيد بإمكانه يسوي كل شغله من البيت، فإحنا ما بنحتاج يجينا إلى أماكننا. That's why I invested في الهوم أوفيس، عشان الكستمر تبعوني ما يقولوا إنه في إشي ما قدرت أسوي لهم إياه من البيت. صار بإمكاني أسوي لهم كل شيء من البيت، بإمكاني أسوي الفيديو، أسوي البرزنتيشنز، أسوي كثير أشياء لهم بشكل واضح. فهذا يعني I think you need to invest على بشكل إنك حتستخدمه على الأقل بشكل كبير سنة، وبعد السنة هذه يمكن شركتك يعجبها الموضوع وتصير أنت يتقبل الشغل from home بشكل أكبر. وهو فعلا مريح، انا اشوفه طبعا بدل ما تطلع الصبح وزحمة المواصلات والقطارات وما الى ذلك، انت تجلس ببيتك مع التيبس والنصائح اللي حطيتونا اياها من ناحية الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية وتوقيت ساعات العمل، اكيد راح يكون شغل مريح جدا، وبالتالي راح يعطي نتائج إيجابية لك ولصاحب العمل، وبالنهاية حيكون الطرفين سعداء ومرتاحين. ما رأيك في هذا الكلام أستاذ دكتور هشام؟ آسف. طبعا أنا بس حابب أقول شغلي، إنه خلال هالفترة القعدة أنا وزميل صديق لإلي بلشنا بودكاست كنا منخطط له من سنة، فهاي كانت فرصتنا. واحد من المواضيع اللي بنتكلم عنها أو حنتكلم عنها إنه الحياة بعد ما تخلص هالجائحة وهذا تأثيرها، واحدة منها تأثير على الشغل من المنزل. فمن الأشياء اللي بنتوقعها إنها رح تصير، إنه حتى لأنه أنا لا بشتغل مع جهة حكومية في مشروع، وكنا دائما قبل الأزمة كنا نروح على المكتب كل يوم من الصبح للهاي، هلأ كله صار من برا. فحتى الحكومات، حتى الجهات الأعمال الصغيرة أعمال الكبيرة كلها استوعبت إنه لازم دائما يكون في عنا على الأقل بلان بي. وهلأ بطلت الشغلة إنه بلان بي، هلأ صاروا يستوعبوا ورح يفكروا برضه في الموضوع إنه ليش عم نصرف كل هالصرف على من ناحية إيجارات، من ناحية مينتيننس، من ناحية كذا على مكاتب، بينما بنقدر نحصل نفس النتيجة أو يمكن حتى أحسن من لو نعطي الناس فرص أنها تشتغل من البيت أو تشتغل ريموتلي. فهذا الإشي راح يكون طبعا الحياة بعد الأزمة هاي ما راح تكون مثل الحياة قبلها. أعتقد إنه كتير من الأعمال حتى الحكومة راح تفكر. أنا اشتغلت مع كتير أماكن حكومية هون بأونتاريو، وكثير منهم كانوا يقولوا لي تقعد معنا يومين ثلاثة وبتقدر تشتغل من البيت قد ما بدك وبتسجل الساعات. فهذا الشيء مش جديد علينا بالذات، بس كان بالزمانات بس لشغل الاي تي، لأنه عارفين إننا بنقدر نشبك. بس هاي الأزمة علمتنا إنه حتى غير الاي تي بيقدر يشتغلوا من البيت، بيقدر نلاقي طرق بديلة، منوفر مساحات، منوفر أجارات، منوفر كتير أشياء مع إيجار المكان، مش بس أجرة المكان، المينتيننس، التنظيف، غيره. فأعتقد إنه هذا الموديل رح يستمر. طبعاً ما رح نقدر نحول كل الأعمال لشغل من البيت، لأنه برضو أنا بالنسبة لي بشوف إنه اجتماع الفرق والناس مع بعض، الكيمستري اللي بتشاركوا فيها غير، بس ما رح تكون الدوام في المنزل زي as frequent أو مثل ما هو هلأ. رح يقل أكتر من هيك، رح يصير الواحد ممكن أغلب أيامه يشتغلها من ريموتلي أو من المنزل، وفي أيام معينة اللي لازم يكون فيها في المكتب لازم يروح على المكتب. فأنا أعتقد إنه هالأزمة رح تغير وجهة طريقة، وكمان طريقة تفكير الناس بطريقة إنجاز العمل ومن وين بيتم إنجاز هالعمل. فأكيد رح يتم التغيير. صح، في سنة 2001 كنا نتكلم عن العالم ما قبل هجمات سبتمبر والعالم ما بعد هجمات سبتمبر، اليوم في 2020 نتحدث عن العالم ما قبل الكورونا والعالم ما بعد الكورونا. الحياة تتغير يوم بعد يوم. في سؤال طريف ورد من أحد الأصدقاء المخلص فارس، يقول هل يجوز العمل مساء يوم الخميس ويا هلا بالخميس؟ في كندا يجوز، ليش ما يجوز حسب رأي الخبراء يا مخلص؟ لكن احنا ما عدنا هلا بالخميس، عدنا جمعة مباركة، فالجمعة هي ليلة الويكند. وممكن تفرح يوم الجمعة، الخميس يوم عمل في كندا. أترك الكلمة الأخيرة لصديقي محمد التميمي، وإذا عندك أي أسئلة أخرى لضيفينا العزيزين محمد. أنا بدي أشكر الجميع، أشكرك أستاذ زياد، وأشكر دكتور هشام، وأشكر أحمد عناية. حقيقة أنا كشخص صار لي 3 سنوات بشتغل من البيت وعملي كله في البيت،
ومطلع على بعض الشركات اللي تمنع الموظفين انهم يداوموا في المكتب، مش بس تطلب منه يداوم في البيت، تمنعه يداوم في المكتب وتأمره انه يداوم في خارج المكتب، وما تحط له سبيس اصلا في المكتب يداوم فيه. في ظني انه المرحله القادمه ايجابيات العمل في المكتب ظهرت، كانوا الناس متخوفين، استغلوا الان المرحله هاي حتى يجربوا، فوجدوا انه ايجابياتها كثيره جدا، فقراراتهم الان راح تكون قرارات استراتيجيه واساسيه للعمل من المنازل. وربما القوانين التأمين على الموظفين اللي كانت زمان تتكلم على موضوع العمل من المكاتب، قوانين كاملة حتختلف من أجل تغطية هذا الأمر. العالم في هذا الأمر حيتحول كل منزل جزء منه في تكلفة تدفعها شركتك علشان أنت تستخدمه في عملك. هذا أظن ما هو قادم، وفي أعمال وخدمات كثيرة حتكون خدمات للعمل من المكتب، شركات تقوم على الخدمات لتسهيل العمل من المكتب. هذا ما أرى والله أعلم. عندي نقطة أخيرة قبل ما تسكر، هو العمل من المكتب لو أنت شغال في كوربوريت تشتغل من المكتب في تاكس أدفانتج إليك، التاكس أدفانتج هذا ممكن يغطي كل تكلفة مكتبك، هذا عشر التاكس أدفانتج تحصل عليه من الوركينج فروم هوم. كندا بتحب تحفزك تشتغل من البيت، ولو جبت من ورقة من شركتك انك تشتغل من البيت بتاخذ تاكس أدفانتج بغطي كل تكاليف مكتبك بالراحة بسهولة، يعني اذا كانت التكلفة المادية هي المشكلة. اشكركم جميعا، ويعني استمتعنا بهذا اللقاء، كان لقاء مثمر، لقاء رائع، والمعلومات ربما كانت متناثرة، لكن الإخوة ممكن يرجعوا ويراجعوها ويستفيدوا منها. حقيقة في بعض الأمور صعب تتكلم فيها أمام العامة لأنه فيها بعض الأشياء متخصصة، والإخوة حاولوا قدر الإمكان يحكوها بلغة بسيطة، لكن لو إجوا يتكلموها في طريقة تقنية حندخل في متاهات نفس المختصين يعني يادوب يستوعبوها. فأنا بشكر الجميع، أشكر دكتور هشام، وأشكرك مهندس أحمد، وأشكرك أخي ورفيقي وصديقي أستاذ زياد، ونراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما أحب أشكر كل من شاركونا بهذه الحلقة من ضيوفنا المميزين المشاهدين الذين يثرون الحلقة دائما بتعليقاتهم وبكتاباتهم ومقترحاتهم وأسئلتهم، أرجو أن تواظبوا على ذلك واستمروا معنا، لأنه دوام هذه البرامج يدوم بديمومة وجودكم فيما بيننا. شكرا لكم جميعا، ونتمنى لكم ليلة سعيدة، وإلى اللقاء يوم غد. مع السلامة.